يعد ظهور الشامات في الجسم أحد الأمور التي تلفت انتباه الأشخاص ويثير التساؤلات عند البعض منهم. البعض ينزعج منها، وخصوصا في حال كانت كبيرة الحجم أو موجودة في الوجه، لكن البعض الآخر يعتبرها من علامات الجمال، وهناك من يخشاها لأنه يعتقد أنها قد تتحول إلى سرطان جلدي. فكيف هي الشامات الطبيعية؟ وهل يمكن أن تتحول حقا إلى سرطان؟ الشامات هي بقع صغيرة بنية أو سوداء اللون، تظهر بصورة فردية أو ضمن مجموعة في أي مكان على سطح الجلد. يظهر معظم الشامات في مرحلة الطفولة أو خلال المراهقة، وبعضها قد يتكون في سن متقدمة. تتغير الشامات عادة مع التقدم في العمر، ويصبح لونها أفتح وحجمها أقل، وقد تختفي مع مرور الوقت. لكن بعض الشامات قد يزداد حجمه أو يصبح داكن اللون، خصوصا مع تعرض الشمس أو خلال سن المراهقة أو فترة الحمل. الشامة الطبيعية تكون مسطحة على مستوى الجلد أو بارزة، وفي الحالين يجب ألا يتجاوز قطرها 6 مليمترات، كما أن أطرافها تكون منتظمة وغير متعرجة وتكون بلون موحد يغطي كامل مساحة الشامة. أما الشامات الموجودة منذ الولادة، البعض يسميها الوحمة، تكون ذات مساحة كبيرة تتخطى 6 مليمترات. أحياناً يكون لابد من القلق، لأن الشامات قد تتحول فعلاً إلى سرطان جلدي قد يؤدي إلى الوفاة. على أن الشامات التي تستدعي الحذر تكون أكبر من الشامات الطبيعية، أي تتخطى مساحتها 6 مليمترات، كما أنها تكون بأطراف متعرجة وغير منتظمة. أما لونها لا يكون موحداً، إنما يختلف داخل الشامة الواحدة. وجود الشعر في الشامة لا يزيد خطر تحولها إلى سرطان، فذلك أمر عادي وشائع بين الناس، إنما إزالة الشعر منها باستمرار يزيد من خطر تحولها إلى كتلة خبيثة، لأنه يعد عامل استثارة يدفع خلايا الشامة إلى تزايد أكثر. لتحمي نفسك يجب أن تترك الشامات على حالتها الطبيعية من دون خدشها أو محاولة إزالتها ذاتياً، أو يمكنك زيارة الطبيب للتخلص منها بالليزر. وحاول عدم التعرض لأشعة الشمس كثيراً، خصوصاً خلال الظهيرة.